حنضل بأجواء النجاح والتفوق اللي بتعتبر من أهم الأمور يلي بيسعى إلى الشباب اليوم لحتى يصنعوا مستقبل باهر. وتعد المثابرة والاجتهاد أكيد هي جزء أساسي من أهم الخطوات يلي لحتى يقدروا يحققوا فيها أهدافهم وطموحاتهم وأحلامهم. ولما بتترافق هاي الأهداف والطموحات مع المثابرة وحسن الأخلاق، اليوم بمحطتنا رح نتعرف على 3 شباب من المتفوقين بسوريا والأوائل بشهادة الثانوية العامة. اليوم معنا الشاب صافي أيمن حمدان والأخوة التوأم علي معين شحادة وهاشم معين شحادة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أول شيء إن شاء الله ألف مبروك، بترفعوا الراس يعني رغم الظروف البشعة اللي عم تمر فيها سوريا، رغم الحرب، سنوات الحرب، رغم صار في حادثة الزلزال هاي السنة، يعني عملتوا إنجاز يستحق كل التقدير وكل المباركة. مبروك لكم. خليني أعرف هلأ منكم قدي جمعتوا وكيف، خلينا نتعرف على مجموعكم. أنا صافي أيمن حمدان، جمعت البكالوريا 239.2 240. وأنا هاشم معين شحادة، جمعت 236 من 240. أنا علي معين شحادة، جمعت 238.9 من 240. برافو. خلينا هيك، كيف كان شعوركم؟ كنتوا متوقعين هاي النتائج إنكم تحصلوا عليها؟ هلا طبعا في توقع بس مو لهالدرجة، يعني متوقعين التفوق، يعني إنه نجيب مجموعة في الواحد يقدر يدرس من خلاله الطب، بس مو هالعلامات يعني العالية. علي كنت متوقع تجيب هاي العلامة؟ هلا الواحد أكيد بيتوقع بعد، يعني بيدرس كتير فأكيد بيتوقع مجموع عالي، بس مو هيك، يعني أكيد الواحد بيدرس طول السنة وبتمنى مجموع عالي. هاشم. وأنا كمان ما كنت متوقع. طيب يعني رغم الضغوط اللي صارت بهي السنة ما ضل شيء ما صار، كيف قدرتوا تتخطوا هاي الضغوطات؟ كيف قدرتوا تتجاوزوا وتشيلوا كل الأفكار السلبية وتركزوا بس بالدراسة؟ يعني شيء كتير صعب اليوم. إيه هلا طبعاً أول شيء الواحد بده يعزل حاله عن يعني الأصوات الثانية أو الشيء اللي بيشوش الواحد، بده يعزل حاله ويركز أهم شيء بالدراسة، يعني يبعد عن كل شيء بيوتر. الدراسة وإنه ما يعني يدرس مو أقل من 10 ساعات باليوم. هاي لا أكيد علي. الواحد ما لازم يلتفت للأصوات مثلا الجانبية، حتى لو كان عليه ضغط إجباري، كل طالب بكالوري عليه ضغط، فالواحد لازم يركز بهدفه أكيد يعني. انتوا الثلاثه عندكم هوايه بالسباحه؟ طبعا من هواة السباحه. كيف قدرتوا ولا ما عملتوا ما شاركتوا بهوايات السباحه خلال السنه؟ لا هلا بقلب السنه كنا طبعا كل اسبوع يوم واحد نطلع نعمل رياضه مع اخواننا، يعني وانا واولاد خالتي كنا نطلع كل اسبوع مشان انه تغيير جو. طيب نحن عملنا كتير فقرات عن كيف ممكن من أساتذة يعني يعطوا نصائح إنه كيف ممكن الطالب يقدر يوفق بين دراسته وهواياته أو يقدر يدرس بشكل صح. مين منكم حابب يخبرني كيف قدر يحصل ساعات دراسة مع التوازن بأشغال الحياة والهواياته؟ هلا أكيد الواحد مثلا وقت لازم يدرس لازم يطلع له مثلا يوم يرفع عن حاله شوي، نحن كنا نرفع عن حالنا بالسباحه واخواننا بشجعونا، نحن مثلا اجباري لازم اسبوع مثلا يوم استراحه مشان تقدر تكون على كفاءه. الى كم ساعه كنت تدرس باليوم؟ لا اكيد مثل ما هاشم قال، لا مو اقل من 10 ساعات. انتوا كنتوا سوا؟ ايه كنتوا سوا. ايه يعني مو اقل من 10 ساعات. طيب شو هي المواد يلي كنتوا ممكن تكونوا ضعيفين فيها وقدرتوا تتجاوزوا هذا الشيء؟ طبعا هي المادة الأكبر الرياضيات، هي الواحد أكثر شيء بيخاف منها، وهي أول شيء كان التركيز عليها والتركيز الأساسي على هالمادة لنقدر نلم كل جوانبها يعني. هاشم. وأنا كان عندي المادة الصعبة العلوم، كنت بحس فيها هي يعني صعوبة بينها وبين الرياضيات، الحمد لله قدرت الاثنين جيب فيهم علامات. علي. هلا كمان مثل الرياضيات إجبار مادة ضخمة، فالواحد لازم يبلش فيها من عبكير شوي، وأكيد الواحد بالدراسة بيقدر يتخطى كل شيء صعب. حضرتكم بتدربوا الأطفال السباحة بالنادي؟ طبعاً نحن ما بندرب، نحن بنعاون الكوتشات، يعني بناخذ الخبرات الأساسية كيف نعلم
الاولاد الحابين للسباحه وبنساعدهم بالكوتشات مشان انه نقدر نخلي الولد يعمل الحركه الصحيحه بالسباحه مشان يتعلم بطريقه اسرع. هاشم وعلي انتوا معه كمان؟ ايه اكيد نحن كنا نساعدهم، اكيد ما كنا مثلا مجموعه اطفال ما كنا نستلمهم لحالنا، مع كوتشات مثل ما قال انه ناخذ الخبرات الاساسيه مشان بعدين تصير تدرب لحالنا. كمان بفتره الزلزال كان لكم مبادرات بتوزيع السلل الغذائيه للاهالي المتضررين ومشاركاتكم مع جمعيات خيريه، كيف قدرتوا او خبرونا عن هي خلينا نقول مرحله؟ طبعا هو الجانب الانساني اهم من كل الجوانب، يعني حتى اهم من كان اهم أوقات من الدراسه، كان اهم من اوقات الدراسه انه نساعد العالم، وكانت هي يعني فينا نقول مبادره ذاتيه اكثر شيء، انه نحن نطلع بايدنا كل واحد نشوفه متضرر عن جد ومحتاج وهي نساعده كلنا. يعني كنا يعني او نوافق بين اوقات الدراسه والمساعدات، فيعني قدرنا نوافق بين الاثنين. علي كنتوا تجتمعوا انتوا الثلاثه سوا ولا كل حدا ياخذ مناوبه عن الثاني او بوقت ثاني؟ لا وقت المبادرات كنا نجتمع نحن الثلاثه ورفقاتنا كمان، نروح مثلا على الاماكن المتضرره مثل اللاذقيه اكثر شيء هنيك، ونساعد هنيك اكثر ناس محتاجين يكونوا وهيك. طيب بهي الفترة أكيد مرقت صعبة على الكل والحمد لله إنه مرقت، بس يمكن تركت آثار نفسية سلبية خلينا نقول وصدمات، آثار صدمة، صار شيء عندكم آثار صدمة ممكن من المشاهد يلي شفتوها أو من آثار الرعب يلي صار، وخصوصا أنتم كنتوا بمرحلة حساسة من عمركم، عندكم شهادة وعندكم امتحانات بعد فترة؟ إيه هلا نحن مثلا وقت يطلع هيك مثلا صور على الفيسبوك او على شي محل اكيد واحد بيتضايق، يعني اخر شيء بلده بده تكون فبيتضايق، بس نحن مثلا بالشام كان نسبه الضرر اقل من المناطق مثل حلب واللاذقيه وهني، بس اكيد الواحد مثلا بشوف مثلا طلاب بعمره مثلا عندهم هالضغط ومتضررين بهي الحاله اكيد الواحد رح يتضايق. هاشم كيف كانت؟ مثل ما قلت كمان يعني اذا يعني اكيد كان في اثار سلبيه ويعني كلنا زعلانين اكيد، بس اجباري بدنا نكون يعني متقبلين بشان نقدر ننجح بالبكالوريا. صافي ايه ما نسيت اسمك. يعني من خلال هي المبادره انتم اكيد صار عندكم يمكن المام بهي الامور يعني اللي ممكن تكون اكبر من عمركم هلا، انه انتم هلا بمرحله الدراسه، كيف يعني قدرتوا وانت كيف قدرت صافي انه تتخطى هي المرحله تتجاوزها؟ ما فكرت ما انتابك مثلا شعور سلبي انه انا ما رح اقدم بكالوريا هي السنه؟ خلينا هلا الواحد لازم ما يهرب من الافكار السلبيه، بالعكس يواجهها، فلهيك نحن انه اعتمدنا على المبادره تبع الزلزال وطلعنا على المناطق المتضرره مشان ما نضل نحن انه حاسين بشعور السلبي او هيك، فنطلع نساعد عشان نحس بشعور الرضا ولنقدر نتفوق وننجح. يمكن انه ناخر سنه لقدام احسن ما نضل عايشين بتأنيب الضمير العمر كله. كمان علي وهاشم كيف قدرتوا انه ما فكرتوا انه هي السنه مثلا ما في عندنا بكالوريا؟ هلا لا مثلا الواحد وقت بده مثلا يدرس للبكالوريا اجباري مثلا كل المشاكل اللي برا اكيد ما يعني حيركز على الهدف تبعت البكالوريا اكثر، بس يعني نحن مع المساعده اكيد ساعدنا الناس كثير، فاكيد يعني الواحد هو مثل ما قلت لك يعني كان اكيد في هيك شيء، بس ما بنقدر نترك البكالوريا، يعني وافقنا بين الاثنين قدرنا نعمل هديك ونعمل البكالوريا معها كمان. اكيد كل التوفيق لكم وكل الشكر كمان لكم، يعني شباب ونخوه وشطاره وحسن اخلاق، وان شاء الله اكيد كل التوفيق لكم بعد هذا المجموع العالي اللي جمعتوه، ان شاء الله الف مبروك. شو طموحاتكم لقدام؟ شو مفكرين تكفوا دراسك؟ هلا هو يمكن غالبا انه ندرس الطب السنه التحضيريه نبلش فيها ونبلش بالطب، لانه يعني مجال حلو وطويل وبده تعب. كمان طب؟ انا حاطط طب تجميل. ايه وعلي؟ انا طب اكيد جراحه قلبيه بدي اختص اكثر. برافو، عشان نجي نتعالج عندك. خلينا هيك نصائح للشباب يلي هلا مقبلين على سنه دراسه البكالوريا، انتم مرقتوا خلينا نقول باصعب سنه، كانت سنه صعبه وباصعب المراحل وتخطيتوها، فاكيد النصيحه منكم رح تكون مليانه. هلا اول شيء انه الواحد يبلش دائما من
وقت بكير يعني مثل هالاوقات وقت فصل الصيف يبلش ويكثف من اول شيء ما يقول انه بعدين بلحق وهي ما بتعرف شو بصير بقلب السنه لكن احنا صار حادثه الزلزال فلو مو مبلشين حتى من وقت الصيف ما كنا قدرنا نجيب هالمجاميع فأهم شيء إنه الواحد يبلش بكير ويدرس عدد ساعات كتير. هاشم شو نصيحتك؟ إنه يدرس دراسة المنيحة وإنه يقدر يوازن بين الـ يعني أوقات الدراسة وأوقات الاستراحة. يعني ياخذ وقت استراحة. أكيد. أكيد. علي. هلا كمان في أكثر شيء الواحد مثلاً يركز على الهدف مثلاً أول ما بلش يقول أنا بدي يصير هي والعقل الباطن أكيد دائماً بيشجع على هذا الشيء ويعتمد على المدرسة. في ناس بتقول المدرسة ما لها داعي بدرس بالبيت لا المدرسة كمان لها دافع أساسي طيب المدرسين الخصوصيين كان لهم دور أكبر من المدرسة لا هلا أكيد الدور الأساسي للمدرسة طبعا هلا بس ما فترة ما قبل الامتحان بشهر بسموه شهر الانقطاع فالواحد يعمل دورات يعني مشان يضل بإلمام يضل مع الافكار الجديده التوقعات هيك بس ما كثير يركز على التوقعات كمان كمان لانه دارت كثير احاديث واختلفت الاراء حول موضوع انه الطلاب عم يتركوا المدرسه اوقات وعم يلتجؤوا بس للدروس الخصوصيه خلونا بهالمناسبه الحلوه وبال يعني اليوم مستضيفينكم لمين حابين توجهوا بالشكر مين حابين تقدموا كلمه خلينا نبلش معك علي لا انا اكيد اول شيء شكر لبابا وماما واخي الكبير هدول كانوا يعني كثير ساعدوني والمدرسه انا كنت مدرسه سوا درست كان الكادر التدريسي والاداري كان كثير منيح كمان كان لهم سبب مهم انه يجيب هيك علامات ومثل ما قلنا لك انه كمان مثلا اللي حط لنا خطه الدراسه مثلا انه مثلا يوم استراحه بقلب الاسبوع كمان اخوالي كمان لهم انا لماما وبابا واخي الكبير مجد واكيد درست انا بمدرسه سوا كمان للكادر التدريسي كله ولمديره المدرسه وكمان اخوالي طبعا اكيد للاهل اول شيء واكثر شيء للام والاب طبعا واخوالي مصعب وهمام وفراس هن لهم الفضل الكبير كمان بكل نجاح بدي ارجع لكم ان شاء الله الف مبروك ومنا للاعلى وهيك بتضلوا مستمرين بنفس الشغف وبنفس الطموح وبنفس الضمير الصاحي اللي عندكم شكرا كثير شكرا